هو محضر ليه هيتكلم معايا عن Renal Resistant Therapy اللي هو الدياجنوستيك كلاسيكيشن بتاعك
الراجل او عايز الاكتيف انجن نتورك الاثنين زي بعض اختلافات بسيطه. الاكتيف انجن نتورك كانت يعني بتكون اسحب سرعه ما تستناش اسبوع غير لما تشخص في خلال 48 ساعه. الاثنين اعتمدوا على الكرياتين وطبق الريزمنت هنا 5 من 10 و 3 من 10. الاثنين والتمارين اللي فيه بيورس او صوت مهم جدا لازم اخد بالي منه. يبقى انا معايا ان انا عايش في العنايه ببص على حاجتين مهمين قوي كرياتين ميدل فار بتاعك ويورن اوت. ما ينفعش ان انا اسال حاجه من الحاجات دي. طبعا الكيميو دخلت وتقريبا وصفت نفس الكلام بس برضه قال برضه ان احنا الديفينيشن بتاعنا كرياتين اليورن اوت بتاعنا وعملت ستيجز اللي هي ملخص للرايفل وملخص للاي تي ار اس. الرايفل بس كانت مزوده عشان طبعا احتفلنا في كرياتين وفي يورن اوت وكان الاكل اول كام بتاعها اللي هو الاند ستيج او النص الاند ستيج على اكثر من شهر بعد ثلاث شهور بيبقى خلاص احنا دخلنا في النص اللي هي الاستراتيجي بتاع المانجمنت بتاعي انا بس اللي هي فوق ان انا اروح العنايه بتاعي في الاي سي يو بعمل ايه؟ دكتور العنايه بعدد من ده متاخر والمفروض ايه الحاجات اللي انا مسلم منها؟ لازم اخد بالي من الادويه دوز ادجستمنت، لازم اخد بالي من الفلوكسين دراكس، لازم اخد بالي من الفيرم سيستم بتاع العيانين، لازم اخد بالي وين تو ستارت دياليسيس، امتى هبدا عشان ما يبقاش ازاي يبقى في مشكله عندنا في الجنين. لو هو مريض محتاج كونتراست انديوز يعني محتاج كونتراست اعملها ولا لا؟ يعني لسه في عندي حاله كارديكس كيمي كارد مع بادر انفراكشن وهم الجماعه بتوع الجراحه قالوا ارجنت فور فور انجن. طب نعمل ولا ما نعملش؟ ولا بنكريات 1.5 طب نعمل ولا هنعمل طبعا. وبعد كده احنا نتابع الكومبينيشن اللي ممكن تحصل لان لا ما قدر الله كل حاجه يبقى الملاحظ بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا في كونتر بيس تاني لكن المفروض ان انا ابدا افصلها على الافيلابيلتي على الاكسبيرينس على البيشنت هيمو داينامكس ستيتس. مهم جدا هذه الامور ما اعرفش اقول ده انا العيان ده هو اتكسر مستشفى المحل العام وفي عيان بتوع السي ار تي مش موجود كلام على الاقل حاجه مظبوط في بلايا تانيه ممكن تستخدمها. كمان برضه بتحرك ما بين السي ار تي والانترميتنت هيمو دايسيس مع بعضهم ويز كيس ستيبل هيمو دايسيس ستيبل بتاعته ستيبل او ممكن تكشف الانترميتنت هيمو دايسيس. كمان الكي دي او قال ان الكونتينوس انترميتنت اللي هي الريسك السيرفي اكتر من يعني الاثنين مع بعض. دي المدرس اللي هي موجوده عندنا انترميتنت اللي موجوده عندنا عندنا حاجه اسمها هيمو كابليشن هيمو دايسيس وهم وهم فلتريشن في نفس الوقت. وعلى الناحيه الثانيه خالص موجود عندنا اللي هي كونتينوس اللي هي بريسك السيرفي بالايتمز بتاعتها اعتقد هو اتطرقت ليها. وفي الوسط في حاجه اسمها برنامج احنا بنجمع الاثنين مع بعض بنجمع الانترنت اللي هي الشورت مع الحاجه النوم يعني حاجه شورت 4 ساعات حاجه نوم 24 ساعه. انا ممكن اعمل حاجه اسمها برنامج زي السيستم سلو او سستين لو فيشن سلايس ممكن اعمل بلانز ودي اعتقد هتنزل لي هنا جدا من ناحيه الافيلابيلتي والكوست بتاعها ان انا بقلل من بلاد فلو كيو بي واقلل من الترانزيت فلو اللي هي كيو بي. بالتالي انا ممكن اعمل سيشن دي المدرسة اللي احنا متوفره والدكتور سنه بقول له البي دي طبعا موجود ما ينفعش ان احنا نسيبه ابدا موجود لكن انا بطلب ان هو يتكلم معاك. دي الحاجات اللي احنا موجوده عندنا في اللايف مانجمنت حاله اكوت كيرنس. هرجع بسرعه كده عشان البيزك بتاعنا الهيموداياليسيس ده بيعتمد على السيوت كليرنس على الفيوجن على الكليرنس جريدنت بتاع السيوت في بلاد وفي البلازيت كده. وعندنا برضه بالنسبه للهيمو فلتريشن احنا بنعتمد على البريشر جريدنت مفيش في عندنا لازم كلور وده هو اللي متحرك فيه. في فرق بين الاثنين ان عاده الديفيوجن بتاخد سموث سموث والكونفكشن عاده بتاخد من البلاد المنتوش. طيب بنتكلم على الادفانتج بتاعت السي ار كونتينوس سي ار بريسمنت سيرفي هي ليها ادفانتج لازم احنا عارفينها سلور فلو ريموفال دي كانت موجوده في البوتران اساس تمام. كمان عندنا سلور كنترول سلور كنترول سلور كونسنتريشن الفلو ريموفال عشان هو دايناميك ستابيلتي بتاعت العيان السلور كليرنس ده عشان موضوع الاسيد سيرفي العيان ممكن لو انا كنت اجريسيف في الكليرنس بتاع السلوس ممكن ادخل عيان في ديسك فيلر وهتاخد مور سنترال انفستيشن.
كمان عندنا ان السير ار بي في جريده بتسالني عن بعض البلاد اللي هي عندها فاينانشال ايشو مش مهم زي الكويت ان المبلغ بيتحرك في الارض في مش لازم تنسى ايه لون الكويت لا المبلغ بيتحرك خالص يروح اللعيبه في الاوضه بتاعته بره ويشتغل عليه عادي خالص مفيش اي مشكله ان انا ممكن سهل جدا ان انا اتعامل معاه لكن في مشكله عندي بالنسبه للكونتينر سير ديسكت سيرفي اللي هي هيبقى فتره طويله موبيلايزيشن عندنا بيستخدم كونتينوس انتي كوربينيشن اللي هو عدو ريسك وبريدنج كمان في نقطه مهمه جدا عندنا ممكن يتعرض لها السيرفي الفلوس اللي متعلق في درجه حراره الجو مش هي درجه حراره جسم الانسان عاده بنتكلم في درجه حراره 25 24 السنتر كونديشن في الهوسبيتالز فبيرج ده وانا درجه حراره 37 فعلا ممكن اخش في حاجه اسمها تمام القصه بتاعت الحياه الخاصه عندنا لاين تاني اللي هو انترميديت تيرمو ريسك فاهم زي ما اتفقنا ان هو في فصل اللي هو التوكسيك يعني حالات السيفير هايبر كيميا لازم ادخله على هيلو دايز حالات الهايبر كاتابوليز اعتقد برضه الدايز هيكون افضل واشتقينا منه الهايبرد ميكانيزم اللي هو السلوك سناب او اللي هو السلوك او السستين لوك فيشنس دايزيس يجمع الاثنين بتاع الانترميديت تيرمو ريسك وبتاع السي ار ان انا بعمل سيشن بلوبلايزيشن بلوبلايزيشن على اعتبار ان انا الفيديو بتاعتي حوالي 9 ساعات مش 24 او 24 ساعه. دي الافانس وديس افانس بتاعت كل المدارس واعتقد دي بتوع كتير وكمان هنا بيديكوا دايما انا بصراحه يعني احنا عاده في المجال الفني دكتور المفروض عاده مش يغطي كل حاجه. يعني في واحد شغال مين فايروس واحد شغال مين كريتيكال فورج واحد شغال مين ترانسبلانتيشن واحد شغال مين انتنسيف كير عاده ما بيبقاش مغطيين كله او انا ببقى اكسبوز لاكثر عدد من الحالات واحد شغال في حاله هيبوتكس اكثر فما فيش مانع ان انا ابدا بحاجه قاعده زي الاي دي ولو قلنا في اعتراضات عليها في ابريز عليها كده جدا لكن بتبقى برضه مرجعيه ليا لو انا ما عنديش اكسبيرنس في النقطه دي الاي دي طبعا اخد السجشن يعني ويك بالنسبه لنا ان السي ار تي رزق كان انترميتد للعيال دي وغير الاستمرار منطقي جدا عامل 71 على 40 مش عامل هو اساس مش عامل زي الريجولر عامل هو حاجه ثانيه كمان القصه بتاعت الستيب لها دور معانا لكن في عندي في حالات الاكيد بريف انش مهم جدا مهم قوي ان انا ابقى عارف بعض الحالات عيان عندي اكيد كده انتري ومعاه كومباين هيكون بريد انجن. يعني هنا هيبقى الملازم في البنك عندي هيكون بريد يكون عندي كونتينوس من الريسمنت ما ينفعش ان انا احطه على اثنين ملازم معاه عشان القصه بتاعت سوبر كونتينوس وجسم والفيوجن بتاعك برضه لسه الكنشيشن احنا برضه لسه محتاجين راندمايز لان دي اقوى حاجه في الايفنت بيز ميديسن احنا لسه محتاجين راندمايز كنترول ترايلز عشان البيتا مباركس والحاجات اللي زي لكن ما فيش اختلاف قوي ان احنا الكنشيشن نفسه الكنشيشن نفسه ما فيش اختلاف قوي ان احنا ممكن نرجع على حالات هايبرتوريما مش سطحيه حالات عندي سبيل جوز الكلمه حالات جايه في يوريك كوميونيكيشن ما اعتقدش ان حد حالات زي متوجه اسبوس ما اعتقدش ان في حد ابدا يقدر يختلف ولا ما يبداش في دايلسيس او ما او او ما نبص له ما ينفعش. كمان الحالات اللي فيها دراج بويزن ما ينفعش ان انا اقدم حالات تيومر بس سندروم وسكيل حاجه ما ينفعش ان انا اقدم. اذا الشيشن بتاع الدايلسيس هنا في اختلافات كتير في ناس في الحته اللي الدكتوره رشا قالت في ايام الليل في حاجات بتطلب من الشغل بتاعها ان انا بفصل معلوماتي على الحل ما ينفعش ما ينفعش هو اصلا يجيبوا 1000 ما ينفعش نقول مش عارف 3000 في حاجات بتكون في الشغل عشان ما اعاقبش عليها في اماكن فيها محاسبه المفروض يحاسب على البريك بتاع الشغل بتاعه في التريتمنت. طب ايه الجزء بتاعنا؟ ايه الهدف من غير الليلة في بيزنس؟ ان انا بمنتين في الالكترولايت واسيد بينز والسيوت والستيسس ان انا بمجمد ان انا ريكفري ساعد فوق داش كمان ان انا ببرجنت فيرزا في نسبه الكيلو كمان بقى لها
other supportive measures to have nutrition and have a hypervolemia or rate of coma. And you have two nutrition there. مش عن طريق الفم، بيدور عن طريق الايفي من احسانها من خلال السيارة الرقية ومن خلال الرقية الثانية والدياليسيس وبعتبرها الاكسترا فلو وبقدر اسحبها من اكثر. يبقى ايضا الاستراتيجيك انترفينشن شو بي ديزاين تو اتشيف ذا اباف جولز اند سيستمك اسسمنت اول ذيس فاكتورز از ا كي تو ديتيرماين ذا اوبتيمال تايمينج فور انشيف. مهم هذا الكلام. موضوع اللي وليت الدكتورة رشا مش هقول كلام تاني، هي نفس الكلام اللي هو كان مع تابي، في ناس مع البيت، في ناس مع كذا، مش هنتكلم في هذا الكلام تاني لان في بيت كتير. وزي ما قلت حاضر هنا لسه من حوالي اسبوع واحد متمسك بالقلب واحد متمسك بالبيت، لكن احنا معتقد ان احنا ما زلنا محتاجين مور ستادس في هذا الشيء. بس احيانا بتحكم القبض يعني واحد بيجي يصير هذا كان زي 2000 وخد يعني في بعض الحاجات ما اقدرش انفذها، لكن الحاجات اللي هي بوست كارديك سيرجري، الحالات اللي هي بوست ابدومينال سيرجري دي سبيشال سيتويشنز اي هاف تو ستارت كيرنج. حالات البوست كارديك سيرجري حالات ابدومينال سيرجري اي هاف تو ستارت كيرنج هنا ممكن ما فيش. دي الفيروس اللي بيوضح كابتن معايا عندي وشوف تعمل مختلف سيرفايفل فيلد عندي في الأهل كانت أفضل من الليه؟ الأهل كانت عندي هنا واضح إنها أفضل من الليه؟ لايس. وكان لها ستاتيستيكال سيجنفكت. برضه بالنسبة لحالة قلب الفيزا ما احنا اتفقنا الناس اللي هم بيتعبوا حالات اللي هي بوست اوبن هارت سيرش، لأن أنا برضه من 1987 كان الجروب اللي بيجي يعمل كارب فراسك سيرجن في مستشفى المعارك العسكري اللي هي فيها نجم كان يبقى جايب معاه التمريض اللي هو بتاع العمليات يبقى ولي او عارف ازاي يركب القسطره عشان حياته اللي اتفضلت اكيد كانت انجن بيستارت بيجي ام وبعد كده بيستدعونا عشان ياخدوا ايه الحاله اللي بيسموها اوفيشال دم، لان يبقى في دكتور دكتور لازم ايه يعني يكون موافق على هذا الكلام. نفس الكلام انا مش هحط لان الدكتور اعتقد رشا مغطيه للقصه دي خالص، لكن موضوع الدوز بقى الدوز بتاعتنا اللي الاسم السابق اعتقد برضه اتكلمت فيها، لكن كان الكلام كله ان احنا بنبني الدوز اللي هي 3.9 من الويندو ستوب. برضه ما فيش حاجه واضحه انت واقف، لكن طبيعي جدا لما يكون عندي الانديكيشن بتاعي ان انا اخد انيشيشن سي ار بي او هيمو دايلز راحت طبيعي ان انا اوقف. وهذا الكلام بيبقى فيه وقت بقى ايشو تاني خالص ما عارف مكان تدرجنا ليه احتاج يقول لي فات ولا لا. موضوع الانتي كور اكيميليشن مهم جدا جدا ان احنا في دايلما بتاع الانفراشيال الهبرين النوب لوكال ويت هبرين. طب في حالات الكسر احنا قلنا هي دايلما اليوم ستروموسيتوميا هستخدم ايه؟ طب لو عالي اوف ديزيز هستخدم ايه؟ الحاجات دي عندي الانيميشن فيها عشان انا اعمل فيسنج العجله ما تخرجش. ان اللخبطه دي بتخلي الناس تاخد السفر. طبعا معروف ان الجيم بتاع انتي كونفيجريشن المفروض اه فلتر حافظ عليه بروتين اللي هيأثر على السيول كبيره هيبقى في لوست بلاد هيبقى في بوست على لو بغير الفلتر، لكن في نفس الوقت لازم اقيس ده قصاد البريدنج اللي ممكن يحصل عليه. طبعا دي كانت مقدمه عشان ان انا نوصل لايه المناسب للانتي ثيرابي وايه الافيلبل عندنا. كمان احنا كنا زمان بنشتغل على الموضوع لما يكون عنده بليدنج تندنس في كنا بنستخدم حاجه اسمها ريجنال كونتامين سيركت، ان احنا معدلين السايت بتاع المشين بنوصل وصله نظام نعم يبقى ده قصه عندنا عرفناها. الموضوع الثاني بتاع ان انا ممكن لو عندي سكريت ممكن استخدمه طب في حالات الكتب ممكن استخدم الحبه والكان او استخدم ده على الرأس، ولو في عندي نبره في الدين يبقى عندي الاوبورتيونيتي من الحبه والكان. الباسورد اكسس معروف ان انا واي فاي بتنتنى شويه من الكاميرا واحيانا الليفت جنب الكاميرا، وممكن في انفل سيتويشن ممكن استخدم السبسيليفيال يكون عندي فيلم ديزاين على النت عشان النت بيكون فيه بعض المشاكل.
لو العيال عنده فيسكا ولا فراخ كان نزل طبعا كلكم بقى من بريم الحمد لله ما عادش فيه القصه بتاعت الكيبر فاهم فاهم موجوده دلوقتي خلاص البقره اللي كنت سامع اختار فيها وطبعا مفضل التطوير عن الاستيك او النتيف بالذات احنا في الاله بتاعت الليفر بليز موضوع مهم جدا موضوع الكواليتي بتاعت الموضوع السبلاي اللي احنا عندنا الريكومنديشن بتاعت اي ام اي اللي هي الاسوشيشن اوف ادفانسمنت اللي بتشوف الكمية بتاعت الكورن بتاعت البكتيريا اللي بترسم قد ايه المفروض ان احنا نلتزم بيها وانواع عند الموتر السبلاي المفروض تثبيت لو النهار بيشتغل غاز عالي لما بيشتغل سيارة خدتوا الكلوجن بس ريجارد فاين فريم بس من السيرفي كولينج فور ان ادكوتلي باور كمبرمايز كنترول درايفز تو ادريس ذيس كويستشن نو هنا البيست من السيرفي از ايديال فور كومبليشن تو اكيوت كيدني انجري Clinicians should be aware of the role and the cause of the different renal replacement therapy and the tailored renal replacement therapy on the basis of the individual and the potential changing needs for their patients. Besides the individual patient characteristics, the available expertise and resources may also be an important element of an ultimate choice. Thank you. هاي بس فوقي يعني إذا تدفع فور جرام طب very well يعني فور دائما تكون الديبيت من طب دايسس early or late يمكن still controversial في العالم لكن احنا عاوزين يعني تصورك انت فرق حالتك في الانجري جايبك بدأ الحاطة بالانجري تقول لي I'm start dialysis now I'm because I'm the patient I might start this tomorrow or after tomorrow I'm the patient might not be dialysis so can be a little bit more conservative هو طبعا حضرتك بتاع السيتويشن تحس مهم جدا عنك المريض ده تعرض لونج تايم سكينيا المريض ده عنده بريمينا تيشو عنده سكات تيشو انت رينا تيشو فكل واحده من دينا الاتجاه بتاعها ما بقاش بتاعها لكن شيء طبيعي جدا ان طالما السيتويشن بتسمح انا بعمل بروجكت اني ريليس موجوده او اني او اني او اني انصر موجوده اي حاجه بروجكت انت عايز 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 وفين قدامي فهاتوا عايز الناس مش انا بكون عندي ما فيش عندي خدمه للنتيجه في الوقت هذا دلوقتي انا في عندي خدمه للنتيجه وهنا لو ما عملتش الكونزرف مانجمنت بتاعي عيان جاي سيبيه عايز مكاني عيان جاي مسيبيه طويل اسبوتس عيان عندي جاي مسيبيه كونجست بانتريال هايبرفونيا انا هاخد خطوه لان حتى انا بعد ما اروح اجيب الجنشن عندي ممكن بصلح الجنرال كونديشن بصلح الكل فانكشن بس يعني حتى ممكن تبقى كومبلمنتري تولز معاك لكن في سيتويشن ثانيه الامور كلها مع بعض بس اكثر انا سبيشال مع كونتر قدمها نسيت اخصك خلينا احط برضه حتتين يعني مهمين في وسط الفئه بتاعت ديت يعني انا براعي الخصم براعي الاكسبرتيز بتاع الصف في اي حاجه مع السيتويشن بتاع يعني انا لو انا عيان هيبقى كريتيكال على الدايسيس انا بمشي كونزرفتيف اكتر ما اعرفش يمكن حد يختلف معايا لان ببقى خايف على الاساسيشن يعني لو حسيت ان ديس بيشنت از ريسك اون دايسيس بدي فرصه كونزرفتيف مانجمنت اعلى اكتر شويه الحاجه الثانيه I never do a dialysis patients with these dehydrated يعني before I start this I had this deficient first يعني لان ده بيصحح حاجات كتير ممكن قوي يخلي ما اعملش دايس يعني انا بعتبر دايس از ان انفيزبل هو كمان حضرتك البوست طبعا انا قلبت السلايد بسرعه ما عرفتهاش وقتها ان انا عندي في التاني كمان الكريات ما باخدش السير بتاعها لو انا ما باخدش
عندي كريت نازل خلاص الايبو هايبر وكونزرف تريتمنت، لكن انا شايف ان القصه فيها ريزن بشكل رهيب. فيما يخص الدايزم عشان احنا ما عندناش القصه بتاع المديب واي هاف تو، لازم يبقى عندنا دي لاين وكريت، انا شايف ان هو تشيب واعتقد الناس دي لكن لو انا مش قادر اوديه دي او لسه ما جهزتهم، فانا لسه كنت بتكلم مع الدكتور محمد بعض دلوقتي ان احنا ممكن نعمل ستيب. واعتقد كلنا عندنا في المراكز الاساسيه عندنا مراكز نقدر نظبط الدايزنس فلو، ممكن نظبط هو يمكن الدايزنس فلو بيبقى صعب، بس ايفن اف يو كود اف يو كودنت ديكريز الدايزنس فلو يو ستيل كان ديكريز البلد فلو يوز اس اس فول سايز فلتر اند جو اون ويز in a long time. لكن العيان اللي بيتسم بتاعه ست اكيوت اعصاب سكر لازم اتعامل مع العيان الاكيوت اكيوت واشوف الرايزنج بتاعه كان رابط رايزنج اشوف التقطير بالمبنى الشرطي لان احنا عندنا ثقه بتعمل كويس في مصر على هديك مثلا بسيط جدا عيان بقى بيتشرب طوال بيتحول من اسم ثلاثه او من اول في البيت او من اورس الثقه عندنا مش كامله لازم اكون جاي من القصه ديت من اساسها. بعدين ممكن اقعد في الاستقبال 12 ساعه. لازم اكون جاي في القصه دي واحد اساسا من الاستقبال اكتر من كده. على بال ما نخلص خناق في حد جاي عايز يجي يقول استقبال الطوارئ على بال ما نخلص الخناق عليهم من 8 الصبح للساعه 10 بالليل. احنا